انا قاعد مع مصطفى، كان تعبان شويه، عايز اطمن عليه. تحب تكلمي عشان تتاكدي ان انا قاعد معاه؟ حاضر يا حبيبتي، هبلغه سلامك. مع السلامه يا روحي. بقت تشك فيا بشكل بشع. طبعا قلبها حاسس يا حبيبي. ما هوش احساس، دنيا ذكيه جدا، مخها كمبيوتر وبتعرف تربط الاشياء ببعضها بشكل ذكي جدا. عارف يا فؤاد، القلب لما بيحب بيبقى حاسس بكل حاجه بخصوص الحبيب. انا كمان بقيت اعز دنيا جدا، إنسانة جميلة ورقيقة وبتحبني، مبقتش عارف قلبي من جوه فيه مين بالظبط وعايز مين بالظبط. تقصد ايه يا فرج؟ ستات يعني؟ لا يا دنيا، ستات ايه، على مالك شوية. ده راجل كده شكله غريب ومش ولا بد، جه وراه ودخل الإدارة وقعد معاه شوية، وبعد شوية لقيته خارج ومعاه فلوس كتير عمال يعدها، بس شكله ما يطمنش يا دنيا. يعني هو مش واحد من اللي بيوردوا لنا السمك ولا ليه أي صلة بالشغل؟ لا خالص، ده أنا أول مرة أشوفه وشكله لا يسر عدوى الحبيب. طب ما احنا لازم نعرف مين الراجل ده بالظبط. وهنعرف ازاي بس يا دنيا؟ ما حاجة من الاتنين، يا أنت تسأله فؤاد وتقولي له الراجل ده يبقى مين، يا إما احنا نسأل الراجل ده ونقول له أنت مين وعايز إيه. بس كده شكلنا هيبقى وحش خالص يا دنيا. يعني إيه؟ هفضل قاعده محبوسه كده بين اربع حيطان مش عارفه ايه اللي بيحصل حواليا. بصراحه يا دنيا انت وثقتي فيه بسرعه قوي، وشيلتيه الجمل بما حمل اوام اوام بدون اي تفكير. يا فرج، انا عايزه احوطه، عايزه املكه، عايزه امسكه وما اخليهوش يفلت مني ابدا. يا دنيا خلي بالك، مفيش حاجه توقع الواحده وتجيب مناخير الارض الا الحب، وانت بطريقتك دي هتخسري كتير وكتير قوي كمان. انا مستعده اخسر كل حاجه في الدنيا الا فؤاد، عمري اللي عشته كوم وحياتي معاكم تاني خالص. خلاص انت حره يا دنيا، انت كلفتيني اعرف لك خط سيره والناس اللي بيكلمهم يعرفهم، واني هعمل كده عشان اريحك، وانت بعد كده بقى شوفي هتعملي ايه وبراحتك. رايح فين؟ رايح المحل. وبياضه فيني ده؟ ابدا، راحت مشوار تجيب حاجات. عايز حاجه اعملها لك؟ لا شكرا. طب سلام يا دنيا. كنت فين يا بياضه؟ كنت في الشقه. ده لسه ودنيا كانت بتسأل عليكي. صدقني طالعة. بقولك ايه؟ فين الفلوس اللي انا كنت حاططها في الترك؟ خدتها. ايوه، ليه يا بياضة؟ شلتهم. ما تاخد من اختك تاني، ما دينا شايلين اهو من على الارض شيء. ليك انت رحت الشقة عشان تشيل الفلوس دي؟ مش عشان كده وبس يا ناصح، وديت معاهم اللي عرفت اقلبه من هنا وشوية رفايع كمان. مش تبطلي دقك المنيل ده، ما بتدينا وبزيادة كمان. ونبي تسكت يا فارق، انا لما جيت عشت هنا كنت هتشل من الخير اللي هي عايشة فيه، ما تسيبنا يا اخويا نكبش هناك، احنا لو كبشنا بايدينا الاتنين مش هيبان من كتر اللي هي فيه. طب افرض احسك. مش هتحس، اسكت انت بس واطلع منها، سيبنا انا هظبط كل حاجة، خلينا نطلع بقرشين قبل الواد الصايح ده ما يقش كل حاجة. هو لسه هيقش؟ ما هو قش واللي كان كان. طب خلينا نطلع بقى يا اخويا باللي بعيد عن عينيه، بدل ما نطلع من المرض بلا حول. طب يا بابا اعمل اللي انت عايزاه. ايوه كده يا فرج، خليك هادي يا اخويا ومهتدي واسمع كلامي، خلينا نغطي روحنا، اختك سايبانا في الهوا مكشوفين. طب يا بابا سلام. مع السلامه يا اخويا. ده انا طالع. مال القمر ماله؟ ما ترد علينا يا حلو، متعبرنا يا جميل. كنت فين يا بياض؟ ده انا لفيت لك كل محلات السوبر ماركو عشان اجيب لك شويه بن محوج، انما كده بالحبهان والمستكه والقرنفل وجوزه بس. مين قال لك بقى ان انا بحب البن بالحاجات الغريبه دي كلها؟ يوه، ده احلى بن واغلى بن عشان يظبط لي دماغ ست الناس. اسكتي يا بياض والنبي، عشان انا متضايقه قوي مخنوقه. يا لهوي، ده انا فداكي يا حبيبتي، مين ده اللي يجرؤ ومزعل امارنا؟ الدنيا كلها حاسه كمان ان انا قلبي مقبوض قوي. يا لهوي يا لهوي يا مستهوي، ده انا فرشلك لموش كده يا اختي تمشي عليه، احط لك قلبي على قلبك ولا انه يتقبضش ابدا. طب قولي لي بس تعمل لك ايه عشان افرفشك؟ اغني لك؟ لا. ارقص لك؟ طب اقول لك اعمل لك عجين الفلاح. عجين ايه وفلاحه انت كمان؟ ادعك لك رجلك؟ لا. طب هكبس لك ظهر. ظهر يا بياضه. طب هقول لك نكت وفوازير. لا. اقول لك والنبي اللي احكي لك حدوته هرج ابن مرج اللي شفته تلعب على الساره. مين هرج ابن ايه؟ يا صلاه النبي احسن، ينصر دينك يا هرج يا ابن مرج يا اللي شفتك تلعب على الساره يا اللي ضحكت لي ست الحسن والجمال. وكاتك ايه يا بياضه؟ الله يحزك يا شيخ. خلاص ده اخرك معايا يا حبيبتي، ما انا مش هضحي بكل اللي انا وصلت له ده عشان خاطرك وعشان اللي ماما اهلك. كده انا تقول لي كده يا فؤاد؟ يعني انت عاجبك اللي عامله معاك جوز اختك اللي ماما ده حربي؟ هو جالك تاني؟ ايوه بت، اعمل يوم عليه اعمل نفسك مش عارف. والله العظيم انا ما اعرف حاجه، هدي بس اعصابك وقول لي هو قال لك ايه. هيكون قال لي ايه غير تهديداته السامكه اللي هتفضل على رقبتي زي السيف دي. الله يخرب بيتك يا حربي، بس انا ذنبي ايه في كل اللي بيحصل ده؟ ما هو اسمعي بقى، انا مش هضحي بكل اللي انا وصلت له ده لحد ما اتكشف واروح في 60 داهيه. انا ممكن اريح نفسي خالص يا سميره واطلقك وارميكي في الشارع. نعملي عليا
كده كده يا سميرة، ده انا فؤاد حبيبك، يعني انا غلطان ان انا حبيتك ووثقت فيكي. ماشي انا غلطان. خلاص خلاص حقك عليا، ما انت اللي بتقول كلام زي الزفت. والنبي ما تزعل مني يا فؤاد، اوعى تسيبني يا سميرة. ما انت اللي كلامك جارح وبجد. خلاص بقى حقك عليا، انا تحت طوعك وتحت امرك، ان انت امر بيها انا هعمله. لو قلت لي اقتلي جوز اختك ده هقتله، بس اوعى تسيبني يا فؤاد اوعى. خلاص يا حبيبتي حصل خير، بس عشان خاطري، عشان خاطر فؤاد حبيبك، شوفي صرفها معاه بجد، الراجل ده مبوظ اعصابي. حاضر حاضر يا حبيبي، ولا تعكر دمك، انا هتصرف لك مع الكلب ده. خلاص يا حبيبتي. الو. ايوه يا دنيا. ايوه يا فؤاد، انت فين؟ سايب الشركه وسايب المحل ورحت فين يا فؤاد؟ رد عليا بصراحه، رحت فين؟ انت بتزعلي يا دنيا، انا عند المحامي بتاعي بتاع القضيه بتاعت عمامي، يعني عايزان اعمل ايه دلوقتي؟ اسيب اللي انا فيه واضحي بحقي وفلوسي؟ اه طبعا، امال ايه. طب اتفضل ارجع حالا على المحل اوام. يلا. ايه يا دنيا العصبيه اللي انت فيها دي؟ بتعملي في روحك كده ليه؟ ما انا لازم اعرف هو بيروح فين بالظبط. يا ستي ما يروح مطرح ما يروح، غلط اللي بتعمليه في روحك ده والله. مش كفايه انك كسرت كلام الدكتور ونزلت من السرير؟ ده انت المفروض تنام على ضهرك لحد الولاده يا دنيا. مش قادره يا فرج، مش قادره استحمل، انا خلاص هتجنن. يا اهلا وسهلا بالغالي ابن الغالي. اتفضل اتفضل، عاش من شافك يا دكتور يوسف، والله ليك وحشه كبيره قوي. انت اكتر والله يا استاذ حمدي. ها ويا ترى بقى جاي اجازه وراجع تاني ولا ايه؟ لا خلاص انا زهقت من الغربه وقلبي قفل من العيشه هناك، قلت بقى اجي افتح مشروع استثمر فلوسي هنا واستقر بقى في بلدي. والله خير ما فعلت. ويا ترى بقى فكرت في مشروع معين ولا لسه بتدور؟ لا انا هشتغل في نفس الكارير بتاعي، هفتح مركز طبي كبير، حاجه كده محترمه تليق باسمي واسم بابا الله يرحمه. هايل، دي فكره ممتازه جدا. وانا جاي لك بقى وكل امل انك توافق تشتغل معايا، يعني تمسك لي المشروع. انت عارف بقى انا بقالي سنين بعيد عن الناس اللي هنا، وبصراحه بقى انا ما ثقش في حد غيرك. يا حبيبي ده شرف ليا وثقه غاليه اعتز بيها يا دكتور، بس انت عارف ان انا باني الشركه دي طوبه طوبه على كتافي وبحس انها بيتي، ولو ان الحكايه باظت والشغل مبقاش يلز، بس برضه بحس بمسؤوليه تجاه. انا عارف كل حاجه عن حال الشركه يا استاذ حمدي، وعارف كمان ان الست ما بقتش تيجي هنا، وده اللي خلانا نجي لك هنا. ايوه يا سيدي، اصل الست حامل وجوزها دلوقتي هو اللي بيدير كل حاجه، وهو اصلا ما بيفهمش في اي حاجه. وانت ايه اللي يجبرك تحافظ على مال ناس هم نفسهم مش محافظين عليه؟ وليه تشتغل في حاجه بتنهار قدام عينيك في الوقت اللي انا محتاج لك فيه وفتح لك دراعاتي؟ شوف يا استاذ حمدي، انا راجل دكتور اخصائي ما بفهمش في